هكذا بالتركية الطليان تشالونوغلو هكان هو المميز طبعا في اللقطات اللي فاتت. ادي يا مبنى استلام من زلاتان لكيسيه يا ولد على الهدف الجميل فرانكيسيه الايفواري هين الاخيرين مع نادي الميلان. ركلة الجزاء في الدقيقة أمامنا 48 احتسبت على رومانيولي يا ولد لا يخطئها رودريجو دوبول لا يخطئها أبدا رودريجو دوبول في اللقطة اللي فاتت والكرات العالية أمامنا هنا في اتجاه ريبيتش إلى تيو تيو مباراة صعبة على الميلان وممكن يعني يخطف في أي لحظة لكن هنا بقى الذكاء زلاتان يا عيني عليك يا عيني عليك لسه بقول ممكن يخطف في أي لحظة